درويش فرحان ولا متغشش؟ متغشش. متغشش؟ متغشش. معليش. وعلى خلفية الإعلان الأخراني انتداب 500 واحد في تطاوين في شركات ولا في شركة البيئة غراسة بستن. أولا صحة وفرحة ليهم وإن شاء الله هذا زاد ومن حقهم وإن شاء الله هذا يصلح أحوالهم المادية ودولابهم يدور. أما اللي مغششني هو أنه غيظني حال البيئة والغراسة والبستن، لأنه يفترض توا عنا في شركات هذية تشغل تقريبا فما رقم يقولوا لي ممكن يزيد حتى على 20,000 واحد. تصور شركات البيئة غراسة بستنة فيها 20,000 واحد إغراق. معناها لا، معناها يفترض في تونس نهني ورواحنا، لأنه عنا 20,000 جنيني، عنا 20,000 نواوري، عنا 20,000 بستاني. تصور الناس هذوما خدموا بقلب ورب وبمحبة وغرام للبيئة، شو نجم يصير فيها تونس؟ راي حدائق وأعنابا كما يقول ربي في القرآن، راي جناتنا الفافة، راي فواكه، راي ممكن كلها خضار، أو يمكن سفيان بن حميدة يقول يدعي لهم أنه جرتهم خضرة وأنه يسلم الغرس متاعهم، لأنه كنا أسعد الناس. ولكن مع الأسف سفيان هو اللي بيدعي لهم اختصاص هذه القلم متاعه. أما مع الأسف عنا 20,000 واحد حاط تقريبا الرجل على رجل يتفرج على البلاد اللي جفت، يتفرج على البلاد اللي صفارت، يتفرج على البلاد اللي تسحرت. تصور كينز يقول شو اقول دابا؟ جيب البلاكة هاك، نحي البلاكة، نحي البلاكة. قلت تصوروا انه اليوم عندنا 20,000 هذوما مع الاسف حاطين رجل على رجل وهم يتفرجوا على البلاد اللي 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 تسحرت. كينز قلت كان يقول كينزة كان يقول اللي أفضل تخلص واحد بش يحفر حفرة ويردمها من البطالة. نحن ذول فتنا كينز، نحن نخلصوا في ناس حتى الحفرة ما حفروهاش. الدولة ولت كيما مع الأسف كيما وتيل العيش، الرقاد والماكلة بلاشي. شكرا لكم، هذايا فرحان متغشش لليوم. نمر مباشرة للزابينج بعد الفاصل. اليوم الزابينج فيسع فيسع على بكري، على خطر عنا برشا أمور باش نحكيو فيها مع أحلام العبدلي، خاصة في علاقة برئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، وشني حكاية التعيين اللي صار ولكن طلع ما صارش متاع سيبكار وصفرة مستشارين لدى الحكومة. عندك نكتة تضحك تحب تحكيها لنا؟ يغطوا راجك يقولوا عليك دامر؟ عشت حكاية تضحك تحب تبرتجيها معنا؟ سجل صوتك في ريبوندر EFM أحلى ضحكة على 71-194-194 وانزل سنين. EFM أحلى راديو، EFM أحلى ضحكة. والله يما أول مرة والله، علشان آخر من يعلم.